سايبين مدينة ليلونج والعاصمة، نروح على منطقة اسمها كيد ماكلير. هنقعد بقى ايه نسخن ونتحرك على البطيء كده بتاع يجي نص ساعة لغاية لما نطلع من الموقف، عشان متأكدين وموقنين ان مفيش حد زبون يعني هيجي بعد ما هم يمشوا. سخن وقف، سخن وقف، ادينا وقفنا تاني اهو، بس سخن وقف يعني عشم الناس وامشي. تبقى ماشية كده على طول. Which place are you going to get my beer? We are going to Malambe. Yes, yeah. Yeah. I'm the one I know Malambe Rochet. These guys don't know where you are. These guys don't go care how much. Just make 2,000, 2,000. Yeah. Finish. No. Come. How much you're gonna take one bike? No. Much, huh? How much you're taking? The bike. Backpacks. We have big bags. Yes. Do I not fit on one bike? Okay, what I can one, talk on? Be yeah, alright. مانكي باي، خليج القرد، المنطقة كده. المدينة الرئيسية لكيب ماكلير، لازم تنزل هناك وبعد كده ايه بعدين تاخد مواصلة صغيرة زي اللي احنا فيها ديت وتروح على كيب ماكلير، صح؟ يا ادينا قاعدين اهو متكربسين، صح؟ يا كيف حالك؟ لا حالي طيب والحمد لله. حالي طيب وكيف انت؟ Are you Muslim؟ I'm Muslim. رمضان كريم. نعم. وين المغرب؟6 to 5 15 to 6 وصلنا طبعا الدنيا ليلت، هو مكان حلو يعني عشان حاجة واحدة بس، عشان عندهم مطبخ واحنا في رمضان فلازم يبقى عندنا مطبخ عشان نعرف ناكل ونتغذى. بس ايه بقى الكهرباء اللي انتوا شايفينها ورايا دي؟ مش الكهرباء، مشغلين على جنريتور. قررنا ان احنا برضو نطبخ. منيت قاعدة بقى ايه يعانوا من شح الكهرباء، ليه كل البوتاجازات كهرباء؟ ليه؟ خلصنا طبيخ الساعة 7 يعني بعد ميعاد الفطار بساعة ونص. لنا مكرونة مع بسلة بقى وجزر وكاري صوص، يعملوا هنا الصويا كده يعني ايه حتت، فيعني حاجة كده خرافة. عندها طريقة جديدة بقى لأكل المكرونة، أنا بحاول أتعلمها ما بعرفش. هم يا جمال. أشوفكم بكرة. كده ملابة هتبقى احلى بلد زرناها لغايه دلوقتي، يعني مش بالجمال ده، يعني بجبال وبحيره، يعني منين احلى شغل. دايما كده الحاجات اللي ما تبقاش متوقع لها حاجه بتبقى احلى حاجه. بعد ما مشينا شويه كده على الشط كده في الصباح الجميل، رايحين نشتري حاجه الفطار.
عشان ايه نروق على نفسنا شويه كده ونشوف السوق عامل ايه. هنا طماطم تتباع بالحبايه. من ساعه ما جيت الرحله ديت مشفتش ميزان. الموضوع كله معتمد على الحبه بكام. كل انواع الخضار الحبايه كبمة كبيرة عبارة عن يعني حد راح دهب قبل كده؟ هي شبه دهب بالظبط. يعني عاملة ازاي؟ هي كده محلات على الطرفين ومش شاية في النص. هنا البحر، هنا مش شاية. لبس الافريقي الجميل اللي بقى عندنا منه دلوقتي. خدت دش رايح اصلي الجمعه. ملاوي زي ما انتم عارفين او مش عارف انا قلت لكم ولا لا، نصها مسلمين نصها مسيحيين، 50% 50% غالبا يعني. الكلام زي الفل. احلى حاجه في افريقيا الشجر ده. Dini neneyi Banguyo Masahaba Umaso Atabirin Allahu Ekber Allahu Ekber انتوا شايفين كده سيدات ورجال، فيو عظيم يعني. جبال من ناحية، الناحية التانية البحيرة. ليك ملاوي من وجهة نظري هي احلى بحيرة في افريقيا كلها يعني. الجبال والجمال اللي فيها، انواع الاسماك اللي فيها اكتر من اي بحيره في افريقيا يعني. فيها كميه تنوع اسماك غير طبيعيه. المنظر ده بقى ما تقدرش تشوفه غير في كبمة كبير. المكان الوحيد اللي تقدر تشوف منه السانست على البحيره، عشان احنا اصلا موجودين يعني في خليج كده في وسط البحيره، بيخليك ان انت تقدر تشوف البحيره من كل الاتجاهات. نقعد شويه نستمتع بالسانست ده رغم ان احنا عندنا افطار، ودومينيك دلوقتي زمانها بتحضر اصلا. متنسناش من اللايك شير سبسكرايب عشان تشوفوا الحياة. اشوفكم في فيديو بكرة. سلام.